واحدة من القناطر القليلة الباقية لليوم موجودة بمنطقة الصباغين باللاذقية. قنطرة الصباغين أكثر من فرضية أثيرت حول الغاية من بنائها، منها بيقول أنه بنيت مقر أو دار للحكومة، وفرضيات تانية بتقول أنه بنيت تكية للدراويش. قنطرة الصباغين أو الدار العلائية في مدينة اللاذقية القديمة تقع في مركز المدينة في وسط تقاطع شارعي الدوكمانوس وشارع الكاردو في الفترة الرومانية، وهذا الشارع هو في مركز المدينة وفي منطقة الترابيل. قنطرة الصباغين هي مقابلة لخان الحنطة الذي ما زال موجودا حتى هذه اللحظة. بتجني. بنيت قنطرة الصباغين عام 995 هجري و 1586 ميلادي، وتهدمت أجزاء كثيرة من البناء وما بقي إلا وجهتها الغربية. سموحة الصباغين، نشوف المرد كان تبيع ورا صبغة يا الشعر، ما في غيره بالبلاد. عاشوا بمية ومية وخمس مية وخمسة سنين، وكان عمره شي 90 سنة كان تبيع صبغة. وكان هون بالحارة حي الصباغين كان يعملوا دباغ للجلود الغنام، وكان فيه حصن يستعملوه، ما كان فيه أولا سيارات ولا كان فيه شيء مركبات، إلا على الحصن يروح من محل لمحل ياخذونه مشان يدوون من ضيعة لمدينة لمحل هيك بعيد. وبعدين تطورت الأيام بعد ما راح أمير علاء الدين، نحن بهالحارة اللي ساكنين فيها من حوالي 150 عام تطورنا، صرنا نعيش عيشتنا الحلوة الأيام اللي اجتنا هلا الحمد لله رب العالمين. قنطرة الصباغين بتتميز بنوافذها المزينة بالنقوش الهندسية والنباتية، ودارها عبارة عن طابقين مبنية من الحجر الرملي المتوسط الحجم. قنطرة وخان وحكايات أيام زمان خلوا لهالمكان ملامح بيشوق لزيارته كل إنسان.